كيف تأثرت الإسكندرية أثناء الحرب العالمية الثانية؟ ما هو مشروع القرش؟ ما هي قضية الخواذ المقلدة؟ فرار عزيز المصري لمقابلة رومل. من هو سعيد غازي؟ ما هي قصة مجد الدين ودمين؟ لا أحد ينام في الإسكندرية لإبراهيم عبد النجي. دخول المدن بالليل أمر صعب. هناك بعض الناس منظورون للألم العظيم. الموسيقى يمكن لها أن تحمل الإنسان إلى هذه السماوات من الأثير. ربما يكون للكلام أي فائدة لا نعرفها. لقد وزع الله رحمته بالتساوي على الناس. إن النهي عن شيء يدعو للتهافت عليه. شمس الصيف تفاجئ الدنيا كل يوم بالصباح قبل موعده. الإنسان كثيرا ما يفكر في شيء ويفعل ما كان قد قرر العدول عنه. العقاب مش من شوية اللي نازل على البرية، كم لنا ذنب وأسية الملايكة بيكتبوها. لو كان هم واحد كنت روقت له بالي، إلا تلاتة غيروا أحوالي. هم جواني وهم براني وهم على الباب بيستناني. والحر مهما افتقر ما يضيعش عنده جميل. اليونان التي لا يكرهها أحد ولا يستطيع. إن جار عليك الزمن يا ابن الكرام طاطي، واعف نفسك ولا تمشيش ورا الواطي. جنس البشر ومهما كثرت أعداد الناس، من منهم يعرف شيئا عن نفسه. قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. بالسر انباه تباح دماؤه، وكذا دماء العاشقين تباح. الشهرة تسوي بين الجميع، ومع تقدم الأزمان قد يصبح للأشرار مكانة الأولياء.
والقديسين. الوقت لا يتوقف من أجل أحد. لحظة غريبة، تلك التي تداهم الإنسان فيجد نفسه في حاجة إلى أن يكشف عن ما اجتهد في إخفائه وقتا طويلا، ولا يستطيع الإنسان أبدا أن يهرب من هذه اللحظة حين تداهم. هذا العالم الذي خلقه الله جميلا، لماذا يفسده الناس؟